تشجيع رواد الأعمال والفكر الابتكاري والعمل الخلاق دوما. يعني كما نعرف جميعا صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة ترتكز على الإبداع وعلى المهارات وعلى الفكر الإنساني، ومن ثم يعني دوما هذا هو محور الاستراتيجية، أن نساعد أكبر عدد من شبابنا على تخليق أفكار جديدة وعلى بالتالي القيام بمشروعات وإن بدت صغيرة ولكن لها فرصة في النمو. يمكن المحور الأول الخاص بالتحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الدولة، بدأنا في عام 2016 بربط قواعد بيانات الدولة المختلفة، حتى وصلنا في عام 2020 أن انتهينا من ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية، حوالي 100 قاعدة بيانات في البنية المعلوماتية المصرية. يعني عشان أوضح ميزة هذا الربط وما تحصل عليه المواطن منه، أرجع لبداية الجائحة حين تفضلت سيادتك بإصدار توجيه بصرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة. تقدم لنا أكثر من 7.5 مليون مواطن لصرف هذه المكافأة. لولا البنية المعلوماتية لما كان ممكن أن نضع جدول للأولويات، أن ننظم صرف هذه المكافأة في ظل قيود التباعد التي فرضتها الجائحة، ثم صرفها بشكل مرقمن، واقترن بهذا أيضا فتح حسابات للمواطنين في مكاتب البريد في ما يعتبر يعني خطوة واسعة في مجال الشمول المالي. ثم تفضلت سيادتك في 6 يوليو من العام الماضي 22 بإطلاق منصة مصر الرقمية. لما بدأنا المنصة بشكل تجريبي كان عليها 34 خدمة، لما تفضلت سيادتك بافتتاحها العام الماضي كان عليها 131 خدمة. اليوم المنصة عليها 168 خدمة، وإن شاء الله نطلق في القريب مجموعة أخرى من الخدمات، هدفنا أن نصل إلى 200 خدمة في فترة قريبة جدا بإذن الله. هذه الخدمات الحقيقة تشمل مصفوفة واسعة ومتنوعة نقدمها مع الجهات مقدمة هذه الخدمات، التوثيق طبعا مع وزارة العدل، التموين، يمكن معالي وزير الزراعة تحدث عن خدمات الزراعة، التأمين الصحي، رخص المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية وغيرها كثيرا. الجدير بالذكر أيضا هو المنافذ التي تقدم من خلالها هذه الخدمة، لأنه لم تقتصر يعني هذه المنافذ على المنصة الرقمية فقط ولا تطبيق المحمول، وإنما أيضا راعينا أن هناك قطاعات من أهلنا لا ترغب في التعامل بشكل مباشر مع التكنولوجيا، فكان لابد من إتاحة منفذ من خلال مكاتب البريد المصري لكي يتمكن المواطنين من الحصول على هذه الخدمات بمساعدة زملائنا في مكاتب البريد. حتى من لا يرغب في التوجه إلى مكاتب البريد ولا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، يمكن أن يتصل برقم ساخن لمصر الرقمية ويتحصل على الخدمة. هنا الحقيقة النقلة النوعية، أنه يعني يمكن استقر في حتى أدبياتنا لفترة طويلة صعوبة الحصول على الخدمات الحكومية وما يعاني منه المواطن لكي يتحصل على استحقاقاته وخدماته من الحكومة.